الآن بيقول هل سيحاسب الله تبارك اسمه يحاسب الإنسان في يوم الدينونة إن عمله خير أو شر على أساس العدل أم الرحمة؟ لأن السيد المسيح أعطى أجرة واحدة للعمال الذين اشتغلوا اليوم كله واللي اشتغلوا ساعة واحدة من اليوم في مثل ذكر في الإنجيل المقدس الرجاء توضيحه. صعب ان احنا نفصل بين عدل ربنا ورحمته. زي ما قلت لكم قبل كده، عدل ربنا مليان رحمه ورحمه ربنا مليان عدل. عدل الله عدل رحيم ورحمه الله رحمه عادله، فبلاش تفصل بين عدل الله ورحمته. هيكون الحكم في منتهى العدل وايضا في منتهى الرحمه. اما حكايه أعطى دينار لكل واحد اللي اشتغل اليوم كله واللي اشتغل ساعة واحدة، فمش معناها إن الكل هيبقوا درجة واحدة، إنما معناها إن حتى اللي تاب في آخر حياته ممكن يخش الملكوت ويخش الفردوس زي اللي تايب طول عمره، بس لما يخشوا يبقى كل واحد بدرجته. هل في آيات فيه بيقول يجازي كل واحد حسب أعماله؟ موجودة كتير خالص، يجازي كل واحد حسب أعماله، من ضمنها في متى 16:27 وفي متى 13 وفي رؤية 22، موجودة كتير يجازي كل واحد حسب أعماله. وطبعا أعمال الناس بتختلف في الكمية وفي النوع وفي الدرجة، فمش ممكن الكل هيبقوا درجة واحدة. كلمة أعطى الكل دينار اللي اشتغل طول النهار واللي اشتغل ساعة واحدة، يعني الكل سمح لهم انهم يخشوا الملكوت، لكن جوه الملكوت كل واحد حسب درجته، كل واحد حسب أعماله، كل واحد ايه حسب اعماله، فهيكونوا كلهم مع بعض في الملكوت بس مش درجه واحده. يعني مش معقول ان انسان عادي يكون في درجه ملك جرجس مثلا، او يكون في درجه الامبلطونيوس، مش معقول يعني كل واحد في درجة. السؤال الثاني بيقول هل توجد امتيازات للأبكار في العهد الجديد كما كانت في العهد القديم؟ لا، البكر زمان في العهد القديم كان بيبقى هو يخلف أباه في كهنوت الأسرة، يعني الأب يبقى هو كاهن الأسرة والبكر يبقى هو الكاهن بعده. ده قبل عهد موسى، ودي جاية من سفر الخروج إصحاح 13 آية 1 و2، قال الرب لموسى قدس لي كل بكر كل فاتح رحم إنه لي.
المسألة دي انتهت لما اختاروا الكهنوت الهاروني، فبقى أولاد هارون بدل الأبكار، يبقى ضاع هذا الجزء من الأبكار في العهد القديم. أيضا كان البكر ياخد نصيب اثنين من اخواته. طبعا حاليا قوانين الوراثة بتختلف من بلد لبلد، والمسيح لما قال واحد وقال له قل لأخي أن يقاسمني الميراث، قال له من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ فتلاقي نصيب البكر في الميراث ما بقاش اتنين زي زمان. عموما ربنا ما خلاش الأهمية للكبر في السن، ولكن في الكبر في الروح. ازاي؟ في الأصباط الاثني عشر الأبكار في السن لم يأخذوا الرياسة، سبط يهوذا كان هو سبط الملك ولم يكن يهوذا هو البكر، وسبط لاوي أخذ الكهنوت ولم يكن لاوي هو البكر، فضاع نصيب البكورية في هذين الأمرين. يوسف الصديق أنجب ابنين، إفرام ومنسى، ولما أبوه جه يباركهم باركهم بالعكس، خلى إيده اليمين على الصغير وإيده الشمال على الكبير على البكر. فيوسف الصديق قال له يا أبي مش كده؟ قال له لا أنا عارف أنا عارف، وساب. فما جاتش حكاية كبير وصغير في السن دي، انتهت. في أمثلة كثيرة لهذا الأمر، منها مثلا سليمان ورث داود ولم يكن سليمان هو البكر وصار هو الملك بعد داود. المهم عند ربنا الكبير في روحه والكبير في قلبه والكبير في تسامحه في محبته في فضائله العديدة. لكن ما يجيش واحد يقول انا اتولدت الاول. طب ما عيسو نزل قبل يعقوب، يعقوب كان ماسك في عقبه كده في رجله وهو نزل وراه، ومع ذلك البركة التي اعطيت ليعقوب الصغير كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. حكاية الكبير في السن دي مش قاعدة وملهاش نصيب أكبر. واحد بيقول أرجو لو حدثتني عن الفرق بينه، وكتب حاجات كثيرة. اول حاجة بيقول التدقيق والوسوسة. التدقيق ايه؟ الوسوسة. الوسوسة غير التدقيق. الوسوسة يعني ان الانسان يظن الخطأ حيث لا يوجد خطأ، أو يبالغ في قيمة الخطأ أكثر مما يستحق. ولذلك كثير من الناس اللي عندهم وسوسة بيتعبوا نفسيا. أما التدقيق فالإنسان بيدقق يعني يمشي مظبوط تمام، يمشي مظبوط تمام
ما يشكش ويقول ده خطأ حيث لا يوجد خطأ ولا يبالغ في قيمة الخطأ، بيمشي صح ويدقق في حياته. لأن في ناس من اللي بيمشوا في الوسوسة ويظنوا الخطأ حيث لا يوجد خطأ بيصابوا بأمراض نفسية وبيبقى ميزانهم مش مظبوط، وأيضا ميزان ليس حقا. في ناس بيفتكروا باسم التواضع أن يعمل كده، لا، التواضع أعتبر أن أنا خاطئ وعارف مقدار الخطية بتاعتي، وإلا كل الأمور هتبقى زي بعضيها في نظرنا. يقول الجدية والتعقيد، ممكن الإنسان يكون جاد لكن ما يعقدش الأمور، وإلا ده مفروض أن كل الناس يبقوا جادين في حياتهم، فهل كل الناس يبقوا معقدين؟ طبعا لا. ولما واحد يمشي بطريقة جدية ما يعقدش. التعقيد يعني يوجد مشاكل مش موجودة ويلخبط الأمور لخبطة مش موجودة، أو يصعب الأمور تصعيب بحيث الإنسان ما يقدرش ينفذ. وبيقول الفرق بين الصراحة والإدانة. ممكن تكون صريح مع واحد من غير ما تجرح شعوره، وممكن تكون صريح مع واحد بدون ما تظلمه، ممكن تكون صريح معاه في محبة لكن الإدانة بيشعر فيها انك انت مش محب. ومش ضروري لما تكون صريح مع واحد انك انت لا تذكر الا عيوبه، ممكن قبل ما تقول له اخطائه تقول له النقط البيضاء اللي عنده. يعني السيد المسيح كان صريحا مع المرأة الخاطئة بتاعة المرأة السامرية لكن لم يجرح شعورها، وبرضه قال لها حسنا قلت ليس لي زوج هذا قلت بالصدق، لما لقى فيها نقط بيضاء قالها. لكن واحد باسم الصراحة يجرح شعور اللي قصاده ويخليه يخرج متعكنن ويقول له أنا صريح، طب ما تخليك صريح ومحب، صريح وطيب، صريح ولطيف. يعني الصراحة ضد اللطف، ده اللطف من ثمار الروح القدس، صريح ورقيق الطبع، وتكلم الناس بذوق وبلطف وبلياقة. لكن مش واحد يقول صريح اقول الاعور اعور في عينه. عايزه تدريب كيف ان الانسان يكون صريح مع الناس بحيث يخرجوا من القعده الصريحه وهم في منتهى الحب ليه، مش شاعرين انه كان قاسي. لكن اللي يخلط الصراحه بالقسوه وعدم المحبه وجرح المشاعر دي ما تبقاش صراحه. بيقول ما هو فرق السن بين العريس والعروسة المسموح به داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وهل يوجد فرق بين كل أبروشية وأخرى؟ احنا لما بننظر في الزواج بنشوف الشخص له الحق أن يتزوج ولا لا، لكن حكاية السن دي مسألة اعتبارية بينه وبين الناس، ما تخشش في قانون الكنيسة، تخش في العلاقات الشخصية منه. يعني هو المفروض السن بين الرجل والمرأة يكون في حدود 6-7 سنين كده معقول، لكن افرض نقص زي بعض، افرض زاد شوية زي بعض، احنا ما بنخشش في دي ككنيسة، دي حاجة خاصة بينهم وبين بعض. افرض واحدة هتتجوز واحد أكبر منها في السن بكتير وعجب وهي عجبها، احنا ايه اللي حشرنا في الوسط؟
احنا جايز ننصح لكن ما نقولش نمنع. في فرق بين ننصح ونمنع. لينا حدودنا اللي ما نتعدهاش. ليس من حقنا ان نمنع بسبب السن، لكن من حقنا او من واجبنا ان ننصح. وكل واحد هو حر.